قال تعالى والصافات صفا. والصافات يعني أقسم بالصافات. ما هي الصافات؟ قالوا هي الملائكة التي تصف تنتظر أمر الله تعالى بصف منظم موحد، تنتظر أمر الله أن اذهب إلى هنا وأن تذهب إلى هنا وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا. فكان سيدنا عمر بن الخطاب عندما يقيم الصلاة يقف ويقول استووا واصطفوا، فإن الله يريد بكم هدي الملائكة، تقرب يا فلان، ارجع يا فلان، ثم يتقدم هو عليه رضوان الله تعالى ويقيم الصلاة ويصلي.